نبرك نحن بالخيام مفضلين بيوتنا لاهل غزه بالذات، والله بنحطهم بعيوننا والله. بس حتى هلا مع اهل غزه مستعدين يستقبلون ببيوتكم؟ والله اللقمه اللي بتمي بطالعه بحط له اياها في تمه يشهد الله. تحلم قلبنا وعيوننا لاهل غزه. ليش؟ لانيتهم مثلهم مثل حكايتنا، جرحهم جرحنا نفس الشيء. بالوقت اللي كانوا السوريين بإدلب عم يتعرضوا لأبشع أنواع القصف من قبل ميليشيا الأسد والاحتلالين الإيراني والروسي، غزة كانت عم تنباد بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، أحياء بالكامل عم تتدمر، نساء أطفال تحت الأنقاض. اليوم رح ننزل الشارع ونسأل الناس، لو أتيحت الفرصة لأهل غزة بالنزوح لإدلب هل رح يستقبلوهم ببيوتهم ولا لا؟ خليكم معنا. شو بتعرف عن غزة؟ بعرفها محاصرة، بعرف غزة و... طيب ايش اخبارهم هلا ايش؟ ما في غير القصف، ايش بدي اتابع اخبارهم؟ قصف، كله قصف عليهم، على نسائهم واطفالهم تحت الانقاض. طبعا يعني مثل الشيء عم يصير عنا هون. نحن ابشع عنا ابشع. هلا نحن على القليله يعني في شوي حدا عم يطلع علينا، فلسطين ما كلهم معتبرينهم ارهابيين. ولو فرضنا صار لهم فرصه اليوم لاهل غزه انه يطلعوا، نعم، فممكن انه مثلا يوصلوا عنا على ادلب لهم، فانت ممكن تفتح بيتك لهم لحدا من اهل غزه؟ نفتح لهم قلبنا وعيوننا لاهل غزه. ليش؟ لانيتهم مثلهم مثل حكايتنا، جرحهم جرحنا نفس الشيء، نفس اللي عنا بسوريا، نفس اهل المحرر. نفس الظرف. نفس الظرف. طب بس احنا عم نتعرض لقصف كمان، ونحن كمان اليوم يعني مهجرين، ونحن اليوم وضعنا سيء بادلب، يعني بتفتح بيتك ما عندك مشكله؟ افتح له بيتي والله. فضي ببرك عند اهلي وبركم في بيتي. لو فرضنا انه اليوم حدود غزه قريبه على حدود ادلب وبدنا نجي لعندهم، هون تستقبلهم انت هون؟ والله بنحطهم في عيوننا، الله وكيله. وانا يوم حرب اول لبنان 2006 الله اعلم بتذكر تقريبا، لان الذاكره شوي، نلحق السيارات اللبنانيه الحوق في الشوارع نقول له ما عندك بيت تفضل تعال نام معنا في بيتنا. ايام حرب لبنان. ايام حرب لبنان. بس حتى هلا مع اهل غزه مستعدين يستقبلون ببيوتكم؟ والله اللقمه اللي بتمي بطالعه بحط له اياها في تمه يشهد الله. ما هو انه مجاملي او لانه عمالي نحكي على لانه نحن عشنا هذا الوقت وعشناه. شو بتعرف انت اليوم عن غزه؟ شو بتعرف عنهم؟ قصف شغله كبيره، هذا اللي بعرفه عنا، كل نهار عم تنقصف، هذا اللي بعرفه. لو فرضنا اليوم حدود غزه قريبه حدود ادلب والاهل غزه اليوم عم ينزحوا لعنا على ادلب، بتستقبلهم ببيتك؟ لا والله بعيوننا كمان. بكل بيوتنا حطهم بعيوننا والله شعب غزة بنحطهم بعيوننا. نحن ببيتك ما عندك لك والله فضيله البيت طالع عيالي بحطهم. نبرك نحن بالخيام مفضلين بيوتنا لاهل غزه بالذات، والله بنحطهم بعيوننا والله مفضلين للبيت وبنعطيهم اياه. ما عندك مشكله ابدا؟ لا، شعب غزه شعب واحد، شعب ادلب شعب السوري كله واحد. عم تتابع شي احداث غزه؟ اي والله عم تابع، الله يكون بعونه. يعني هلا ما في غير صارت سوريا وغزه القصف عليهم كلياتهم. ناس طيبه، ناس طيبين، والله يكون معاهم ونحن معاهم باذن الله تعالى، والله يفرج عليهم وعلينا وعلى المسلمين جميعا. لو فرضنا اليوم انه حدود غزه قريبه حدود ادلب وهن هلا القصف اللي عم يصير عليهم ممكن ينزحوا، هو نفرض نزحوا لعنا على ادلب، بتستقبلهم انت هون؟ بستقبلهم بحطهم ببيتي كمان. انت نازح طيب؟ واذا نازح. طيب ادلب عم تعرض للقصف كمان؟ الحمد لله، ابتلاء من ربنا، كلياتنا نفس الطينه. يعني بتستقبلهم عندك؟ بستقبلهم، ليش حتى ما يستقبلون اخواتنا باذن الله تعالى. بسمع انه شعب اخيو رايح حقه ب 48 رايح حقه ومغتصب ورايح ارضه ورايح داره ورايح اللي رايح داره وعم يتعرضوا لدمار فوق منا لدمار قصف. طيب لو فرضنا اليوم انه حدود غزه قريبه حدود ادلب وصار نزوح من اهل غزه واطفال غزه ونساء غزه على ادلب، بتستقبل حدا منهم ببيتك؟ بستقبل ويؤشرون على انفسهم ولو كان بهم خطاصه. ما عندك مشكله؟ اذا كان على زمان الرسول قال له مين بيستقبل ضيفي؟ نزلت آية كرمته أخلت بالقرآن ليوم القيامة ولو كان بهم خصاصة. يعني ما عنده شيء غير أكلهم بس اللي بدي ياكلوه حطوا للضيف. طب نحن اليوم بإدلب عم نتعرض لقصف، عم نتعرض لدمار، في ناس مهجرة، ورغم هيك بيستقبلوا من بيتك ما عندك مشكلة؟ بنستقبلوا، ليش احتمال يستقبلون؟ أخواتنا وأهلنا هذولي كلياتنا نحن أخوي بالإسلام إن شاء الله. كل حزن وألم اليوم السوريين عم يتابعوا الأحداث الجارية بفلسطين وبغزة تحديدا من قصف ودمار وتهجير وأفظع المجازر اللي عم يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهلنا المدنيين والأطفال والنساء بغزة. اليوم رغم الظروف الصعبة اللي عم يعيشها السوريين من قصف ودمار وتهجير من قبل روسيا وإيران ونظام الأسد المجرم، إلا أن السوريين مستعدين يستقبلوا أهالي غزة وأطفال غزة ببلادهم وببيوتهم. لراديو الثورة شامل حمصي، مدينة أدلب.